الناس اللي بيتحدثوا عن تمازج هم صنيعة بتاعت استخبارات عسكرية أو صنيعة أمنية أو صنيعة بتاعت نظام بايت هم المنطلقين من هذه القاعدة، مش تمازج، هم منطلقين من هذه القاعدة. والآن كل أموالهم اللي بيتحركوا بها بيأخذوها من الاستخبارات، من الأمن العام، من نشطاء في النظام السابق بيعملوا معهم ليلا ونهارا، ويجوا يقولوا تمازج هي كذا وكذا وكذا. تمازج حقيقة يشهد لها ماذا؟ ما نقول العالم، نقول يشهد لها جنوب السودان. جنوب السودان يشهد لتمازج بفترتها النضالية اللي قضتها في فترة الاسبيلي تو. أنا بفتكر إنه الحركة الشعبية تو بقيادة الراحل دكتور جون قرن ديمي بيور والشيرمان سلفا كير ميارديت ودكتور رياك مشار هم بيعلموا تماما وبيعرفوا من هم الذين أسسوا الجبهة الثالثة تمازج ومن أي أرض هم أتوا وفي أتوا زمن. لذلك نحن ردنا للناس بسيط جدا اللي بيتكلموا في الاتجاه ده، هم المنطلقين من القاعدة تحت الاستخبارات والقاعدة الأمنية، لذلك انه بيحاولوا يموهوا الراي العام بيقول لهم تمازج. نحن ما بنقول يا اخي تمازج هي بنفس المشهد او غير المشهد، لكن تمازج حركه قوميه شانها شان الحركات الحقيقيه اللي قامت ونادت برفع الظلم والتهميش من المواطن. تمازج لا زال إن هي يعني متماسكة وقوية ولها قواعد صلبة، وبإذن الله تعالى التصنيفات دي ما بتأثر على بشيء.